السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم شيرين. النهاردة نزلت عملت لكم جولة كده في محل بابلي بتاع الملابس، هو حريمي ورجالي وأطفال، هو في الإبراهيمية على الترام، وفي منه كمان فرع في الليجاتيه. أنا صراحة بشتري من عنده، بيعجبني جدا والخامات عنده تحفة وأسعاره حلوة جدا، قلت أقول لكم عليه لو حد حابب إن هو يجيب من عنده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف من إيه وندخل نشوف مع بعض. جميل، حلو البلوزه دي بقى. طب والاسعار صح؟ بصي البلوزه دي حلوه قوي، 65. لا قولي تاني بقى عشان كده عشان اسمعك. 80. انا واحده ل 80. دي ب 80؟ دي ب 80؟ والباقي كلهم ب65. ماشي، واللي تحت بقى كده دي ب65 والباقي سعره موجود. بصوا التيشيرت الاورنج الحلو ده ب95 جنيه، والجري ده فيه منه الوان اهو زي ما انتم شايفين، كحلي وبوستيج، وهشوف لكم سعره اهو. الحمد لله ما شفناش حاجة. اللي انت عملتيه ده يا شيرين، بصوا هو تقريبا ب60 زي اخوه دول، زي اللي هو الاصفر تقريبا ب60، وده ب50، وده ب90 جنيه. اللي هو القط ده حلو قوي، بنوتة كده. ساعات بنحتار في ملابس البنات، اللي هو ايه اللي هو بيقولك بناتي محير يعني. بصوا حاجاته حلوة ازاي ما شاء الله، وده ب60 جنيه، وفي الابيض وفي الازرق. بصوا حلوين قوي، وفي اللي هو اللون الزهري برضو وراه. هي رسومات مختلفة. ده ب90 جنيه، عشان برضو اللي مش واخد باله من القراية بقولها له. والكحلي بصوا شكله حلو ازاي، حاجة رقيقة يعني كاجوال كده. ب65، في كمان ده اللي هو روز كده، الروز ده ب90. الاسعار دي بالنسبه لبره طبعا ولا حاجه، الاسعار بره. وفي كمان الفستان الحلو ده، حلو قوي، تقريبا ب80 جنيه، حلو جدا. وفي كمان لون تاني اللي انا وريتهولكوا واحنا داخلين من بره، وفي برضو الفستان ده خامته طريه جدا زي الفسكوس كده، حلوه قوي، بس عايز عروسه شويه يعني بنوتي صغيره. ده حلو قوي، قطن جايبه منه بنتي، جميل صراحه، 60 جنيه، خامته طريه كده وحلوه. بصوا الاشكال بتاعته بقى. السوربيت ده حلو، تقريبا ب80 جنيه، ب80. في منه اللون اصفر زي ما انتوا شفتوا كده، ودي بلوزه برضو كده بنصكم او تيشيرت يعني، سعرها 95. في كمان التونيك ده ب125، والفستان ده بصوا كل حاجة ما شاء الله. دايما يا جماعة كده واحنا بنتفرج او بنعمل اي حاجة
نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، نستغفر، نختار اسم من أسماء الله الحسنى كده. الفستان ده ب 245، نختار اسم من أسماء الله الحسنى ونقعد نذكره كده، ربنا يبارك لنا في كل حاجة في حياتنا. بصوا البنطلون ده ب 170، في برضو مجموعة من التيشيرتات دي، كل الحاجة هناك خامتها تحفة، والسعر مقارنة بالمحلات اللي برا مش فلوس، ده ب 65 تقريبا. بصوا معايا بقى اهو ب 65. والتيشيرت الاصفر ده حلو قوي برضو، بصوا بكام، ب 90. بصوا التيشيرت الاسود ده حلو قوي برضو، ب 95، 95 اهو. والتيشيرت ده ب 80، حلو جدا. بصوا التيشيرت ده ب 50، بصوا في التيشيرت الابيض ده برضو زي ما قلت لكم، في رجالي في حريمي. التيشيرت الابيض ده ب 95. في بقى كمان هدوم هبه نتيتي جميله ما شاء الله، حلوه قوي. بصوا ازاي الاتنين دول ب 95 عشان ما انساش. بس بصوا بقى البنطلونات الجينز دي ب 210، بس خامتهم حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين اسعار البناطيل الجينز في كل حته دلوقتي بقت 300 وشويه، يعني الاسعار بجد ربنا يرحمنا يا رب. اهو هي دي التشكيله كلهم بنفس السعر اهو، قلت ابعد من بعيد يعني عشان تشوفوا، و زي ما قلت لكم كده الاسعار في نفس 210. بصوا بقى كمان في بلوزه هنا اهي، سعرها رخيص جدا البلوزه دي، انا مش عارفه تقريبا ب 25 جنيه، بس انا مش متاكده. بصوا عندهم هدوم اهي للبيت برضو خامتها حلوه قوي، ده ب 90. بصوا اللي هي هو كده بس من غير بنطلون، هو كده زي يعني زي ممكن تستخدموه روب بقى، ممكن زي كاش مايو كده، ب 110 حسب ما نظري بيقول لي اللي شايف غير كده يخلي باله بقى. بصوا عندهم التيشيرتات دي بصوا كمان التيشيرت الرصاصي ده ب 95، والجلابيه اللي هي كشميه قصيره دي ب 105 اللي انا مقربه عليها دلوقتي، حاجات للبيت كده. برضو بصوا جنبها اهي بنص كم بزراير، برضو جلابيه كده قصيره او كشميه او اي حاجه بقى، شوف انتوا هتقولوا عليها ايه، مش عارفه صراحه، اللي عارف اسمها يقول لي بقى. وبرضو جلابيه قصيره اهي حلوه قوي 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 ب 85. انتوا بجد لما تروحوا هناك هتعرفوا ان انا فعلا مش بشكر فيه من فراغ يعني. اهو بصوا تقريبا سعرها 90 جنيه، اختلاف خامات بقى. اهو دي تقريبا برضو ب 80، ب 85. التصوير من بعيد للأسف، معلش اهو، بس المهم ان انتوا خدتوا نظرة عامة عن المحل فيه ايه يعني.
بصوا دي كمان كده بلوزات طويلة حلوة قوي، تونيك لغاية الركبة 165، حلو جدا طبعا. وتيشيرتات اهي برضو، ب125 التونيك ده، واللي مقلم ده بصوا حلو ازاي، وخامته طرية، خامته طرية يعني مش بتحر خالص. مش عارفة 165 ولا 145 صراحة. بصوا ألوانه حلو قوي، وطوله كمان حلو على بنطلون كده حلو. بصوا جيبات اهي، جيب و يا رب تكون الجولة عجبتكم، متنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسينيش بتعليق حلو. مع السلامة.